كفاية كده عملنا شوية كده نريح لينا.
grandmother back up and I... Ow! Oh, my gosh, guys. Young camel. I don't see little camel. I can buy your city shway. Yeah, what can you call it? What is shway? Can you do it? Yes, dryer. Yes. Yellen shoof is Fiji. Yellen shoof. خليكم تقصوا عليه اعملوا سبسكرايب للناس دي. انا تانتوتو يلو ستوري يلو خاركن سوبا خشو بس دي عشان هو قال لي مبقاش عايز يلو ستوري. يلو ستوري مبقاش حتى انا بقى مش باخد الساين واغيرها. ماشي بعدين انا اكتب اسم الليجندري ياد ياد الاسطوري ياد الخارق. مشي يعني هو اسمه القناة اللي عليها فيديوهات ياد الاسطوري ياد الخارق. هي بس مش قناة اصلا, هو اصلا معلهاش فيديوهات بس كتبتها غلط. ليجن ليج ليج ان اري اخليها كده ياد اشوف هي صح. وريني هنا ال اي وما فيش هنا ايه. اكتب تاني اهو كده حلو تحت ياد ياد الستوري. ماشي انا دارتوتو ليجندري ياد. بس تكتبوش ليجندري ياد في السيرش مش هيجيلكم. لو انتوا برضه كتبتوا ياد الاسطوري مش هيجيلكم. ولا انا دوست في كومنت وما في مش بعد تقصوا هي بس توحشين نازلي تشوفوا على الفيديو تنزلي من تحت تلاقوا القناة بتاعتي يعني دايرة زي اللي هنا دي اللي بحركها هنا دي. هتلاقوا واحدة زيها صغيرة كده دوسوا عليها بعدين هيجيلكم كل الفيديوهات. انزلوا تحت خالص 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 هتلاقوا قنوات كده تلاقوا واحدة عليها تنين ازرق تنين اسود وخلفيته زرقاء. هو ده ياد الاسطوري و لاف جيمر اند ياد الاسطوري. دي تنين احمر معمول من النار وتنين ازرق معمول من النار في نفس الصورة والخلفية لونها ابيض. ماشي كفاية كلام على الحيطة دلوقتي يلا احتفل شوية عشان عملنا حاجة خصم شوية بس يلا نرقص بس على وشي. وده وشي في الحياة مش شعر برتقاني وعيني حمرا. استنوا في حاجة ايه رأيكم اروح انا بعمل فيديو اخد سكن اروح انزل بتاع كده بتاع سكنة بيعمل
يخش هنا، فتاخده يعني حاجة كده يعني. و اسنان زي اسنان العنب، او لما اعمل لما اشغل الفيسكا من غير القناع يعني، لما يجيلي 30 سبسكرايبرز اتوقعوا ان لما افتح بوقي هتلاقوا اسنان ارنب متركبه. وانا مش زي الارنب، بحب الكرخ، انا بحب البيتزا، البيتزا حياتي. مين مش بيحب البيتزا؟ او انت بتحب البيتزا اعمل لايك وسبسكرايب. ماشي، او انت بتحب اللافا برضو اعمل لايك وسبسكرايب. او انت بتحب السلايم اعمل شير. لكم ليه؟ عشان ما عملت اول ما عملت، او انتوا بتحبوا السلايم وما عملتوش شير، السلايم الوسطي ده هيبقى زعلان قوي قوي قوي. صح، محدش عمل كومنت في الفيديو. كيف زعلان بقيتي؟ ماشي يلا دلوقتي تمشي. وانا قررت في مفاجأة اوريها لكم، في مفاجأة جوه البيت بتاعي. استنى اوريها لكم، استنوا لحظة بس. ماشي استنوا لحظة اوري لكم المفاجأة. بهزر، احنا هنروح نعمل المفاجأة دلوقتي. جبت المواد، هي ده وده، هي المواد. بس هنا اهو نروح جنب البابلات اللي انا حاطط هنا، و اهو جيم كورس اهو، واحد واثنين هنا. هنكتب فايري متهيألي كده. بعدين انا واخدي، انا عارف هو، انا عارف اللي انتوا عارفين اللي انا بعمله صح، انتوا عارفين، لازم تبقوا عارفين انا بعمل ايه. بعدين اخد، بعدين اروح هنا صغير ربك اللبن. والكلاب مش بتبقاش بلي، يعني هي مش بتتحول احمر. ها شايفين؟ فايري. وانا ما عنديش كلب في الحياة اسمه فايري اصلا، ما عنديش كلاب. بصراحة بخاف من الكلاب الحقيقية يعني. ماشي، مش انت اسمك فايري؟ بصوا اخد مثلا اللون ده اللبس، او انتوا عارفين، او انتوا لازم تبقوا عارفين، او انتوا وقفتوا كده هيجيلكم بتاع اسمه ضايع، بس لازم تمسك واحد من الضيات كده. بوم، شوف اللون بتاعه اتغير، شايف كان احمر دلوقتي خليه برتقاني. لا خليه احمر زي ما كان عشان لوني المفضل. خد شاطر ماشي ماشي. بعدين كلب، و بعندي شباك، و بقى كان في هنا جلتش كده الحتة
مقدرش اكل حاجة. حسيت ان انا عرضة. ماشي emerald. نو 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 انا مش هفكر بيكي. اللي انا هفكره هو الغابة. عشان لما عشان في المستقبل احنا هنبني حاجة هنا. مش هقول هي ايه الحاجة دي. دلوقتي في فلينت وان في شوية من فوق الجرقوش. كمان كلمة حلوة عشان كده متفكروش عشان هو متفكر كده. ايوه من الخوف. اكيد اقوش انا البطل. اخليكم تسندوا لها. اخلي ده كده هكذا هكذا هكذا. هنا واحد هنا اثنين وهنا اجلي. ماشي هنا بقى نحط هنا نحط هنا مكسرين السقف هنا كده هود. ونخلي كله زي بعدين بيب 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 بعدين نروح عند الاستفانيكس نروح واخدين سكويد نروح واخدين جلاس تاني تاني الجلس المربع الوحيد اللي نستخدمه هنا. بعدين راح تيجي راح حاطط واحد اثنين ثلاثة أربعة. بعدين راح رجلهم طالعة بحر الحوض. واحد مش طريقة خليني متخيلي انت اهو. بعدين كل مرة اروح طبعا السلم اروح ازيكم فكرة منظر شكله حلو. طب 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 شكلهم كأن في لابس فوقيهم وهم مش في المية. شكله كده شكله حلو شكله كأنهم طايرين.
ماشي، والفيديو ده يبقى مختلف علشان احنا انا اعمل الفيديو وهو 21 مش 30 زي بقية الفيديوهات. ايه رأيكم في الفكرة دي؟ ماشي، لو مش عاجباكم انا مش عارف. ماشي، ودلوقتي اتمنى ان انتوا حبيتوا الفيديو ده من ناف جيمرز وورلد، واعمل لايك سبسكرايب شير وكل حاجة. دلوقتي اشوفكم في حلقة جديدة من ماستر كرافت. دلوقتي باي. وليه مش عارف دلوقتي باي. اخيرا دخلت في الحمام. دلوقتي باي باي. سبسكرايب، ارجوكم اعملوا سبسكرايب لما احولكم لكلكم لبيتزا واكلكم. باي.